مصادر الميادين تؤكد إرجاء أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام الذي كان مقررا الشروع به اليوم. رئيس تحالف الفتح هادي العامري يصف نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بالمفبركة ويرفض القبول بها، والمفوضية العليا تفتح باب تقديم الطعون. قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، والقضاء يكف يده مؤقتا، ونصر الله يتهمه بالانحياز والتسييس. لافروف يحذر من سعي الناتو لتسخين الوضع في آسيا بعد سحب قواته من أفغانستان ونشرها في المنطقة. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي معك عبد الله. مرحبا مايا. في اقتصاد الظهيرة لليوم، الرئيس المكسيكي يكشف عن ضلوع شركات أمريكية في تهريب الوقود إلى خارج البلاد، ما يفاقم أزمة المحروقات. والأخبار الرياضية مع الزميلة أماني مهنا. مرحبا أماني. مرحبا محمد. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم، الماكينات الألمانية أول المتأهلين إلى المونديال، وفليك يواصل عملية إعادة الهيبة. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأخبار، سنكون مع تفاصيلها في سياق النشرة، ولكن أولا نبدأ من المواضيع السياسية يا مايا. بالفعل محمد، نستهل الظهيرة من فلسطين المحتلة، حيث أكدت مصادر خاصة للميادين تأجيل بدء أسرى حركة الجهاد الإسلامي الإضراب عن الطعام الذي كان مقررا الشروع به اليوم. وأوضحت أن تأجيل الإضراب جاء بناء على مشاورات مع الحركة الأسيرة ولإعطاء فرصة بعد تجدد المفاوضات مع إدارة مصلحة السجون. أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الإسرائيلية كانوا قد هددوا بتصعيد خطواتهم النضالية لمواجهة الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم. المحامي جواد بولس الذي تمكن من زيارة ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام أكد أن أوضاعهم الصحية تتجه نحو الخطورة الشديدة، تحديدا الأسير مقداد القواسم الذي يقبع في مستشفى كابلن. بولس أوضح أن الأسير مقداد بدأ يعاني من صعوبة في الحديث، وذلك إضافة إلى جملة الأعراض الصحية الخطيرة التي يعاني منها منذ فترة. كما تمكن بولس من زيارة الأسيرين هشام أبو هواش وشادي أبو عكر، حيث يواجهان أوضاعا صحية صعبة وخطيرة، وقد تم إحضارهما على كراس متحركة للزيارة. ومعنا من غزة عضو في مديرة العلاقات العامة في مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين ياسر مزهر. أهلا بك أستاذ ياسر عبر شاشة الميادين. إذن تم تعليق الإضراب اليوم لأنه تم هناك استئناف للمشاورات بين الحركة الأسيرة ومن جهة ومصلحة السجون من جهة أخرى، هل هناك من معلومات حول سير هذه المشاورات وإن بدأت بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل التحية لأصحاب الأبطال داخل سجون الاحتلال الذين يتصدون لهجمة شرسة غير مسبوقة من قبل إدارة مصلحة السجون. يعني في الحقيقة هو لم يتم إلغاء خطوة الإضراب، بل يعني تأجيلها إلى الساعة السابعة مساء اليوم. أسرى حركة الجهاد الإسلامي سيقدمون أوراق الإضراب الساعة السابعة مساء اليوم، وذلك يعني حسب يعني بعض المشاورات مع الهيئات القياديه العليا للأسرى داخل سجون الاحتلال. الأسرى مستمرون في كل الخطوات التصعيديه اضافه الى خطوه الاضراب المفتوح عن الطعام اليوم الساعه السابعه مساء. اؤكد انه سيقدم الأسرى يعني اوراق الاضراب المفتوح عن الطعام، وسيكون باذن الله غدا يعني مؤتمر صحفي في قطاع غزه والضفه بالتزامن مع الضفه المحتله لكل المؤسسات العامله في شؤون الاسرى في غزه باسم لجنه الاسرى للقوى الوطنيه والاسلاميه، وفي الضفه سيكون نادي الاسير والهيئه وكل المؤسسات العامله في شؤون الاسرى. نحن ننتظر الاعلان عن خطوه الاضراب المفتوح، وسيكون يعني المؤتمرين الصحفيين بالتزامن مع خطوة الإضراب والإعلان عن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام. إذا أستاذ ياسر، كما ذكرتم بأن الإضراب عن الطعام من قبل الأسرى سيحدث بالفعل في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم. أستاذ ياسر، دائما أعود إليكم لنستفهم منكم أكثر بخصوص هذا الإضراب، يعني هذه التصعيدات من قبل
الأسرى في سجون الاحتلال تأتي ردا على هذه السياسة التعسفية، هذه السياسة القمعية التي يمارسها المحتل، وكل هذه الخطوات التي تصاعدت بطبيعة الحال بعد موضوع التحرر من سجن جلبوع. ما هي الظروف التي يعيشها الأسرى اليوم في السجون؟ يعني منذ عملية انتزاع الحرية والذي نفذها أسرى، خمسة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى أسير من حركة فتح، يعني العدو الصهيوني يشن هجمة شرسة غير مسبوقة ضد الأسرى بشكل عام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص. يعني ذلك الأسرى، أسرى حركة الجهاد الإسلامي، يتصدون لكل الخطوات، كل الخطوات الإجرامية بحقهم. يعني هناك يعني العدو الصهيوني عزل الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي، شتت وفرق كل الأسرى على كافة السجون. أيضا العدو إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني عزل العشرات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى الهيئة القيادية العليا. يوميا هناك يعني تنكيل بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، هناك يعني نقل بشكل يومي للعزل الانفرادي، وهذا العزل الانفرادي يعني هو من أصعب الإجراءات العقابية بحق الأسرى. شتت كل أسرى حركة الجهاد على غرف الفصائل الفلسطينية، وذلك جاءت ردات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي لعدم الوقوف على العد الصباحي والمسائي، والتي إدارة مصلحة السجون قامت بمحاكمة أسرى حركة الجهاد الإسلامي 400 أكثر من 400 أسير، كل أسير 200 شيكل عن كل يوم. لم يقف أسرى حركة الجهاد الإسلامي على العد الصباحي والمسائي، إضافة إلى يعني الأسرى قاموا بحرق غرف ردا على هذه الإجراءات، إجراءات العزل وإجراءات التشتيت. الأسرى مستمرون في خطواتهم، لم يقفوا مكتفي الأيدي، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي ومعنا كل الفصائل الفلسطينية لم نقف، لم نترك الأسرى، أسرانا داخل سجن لقمة سائغة لهذا العدو الصهيوني. نعم، هذه الإجراءات التعسفية أستاذ مزهر أدت أيضا إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى. أتحدث عن الأسير مقداد القواصمة، هشام أبو هواش، شادي أبو عكر. هل طمأنتنا على صحة هؤلاء إذا ما كان لديك معلومات حول صحتهم؟ نعم، يعني ما زال هناك 6 أسرى مضربين ضد سياسة الاعتقال اللي دار هذه السياسة اللي طالب جميع شرها من شعبنا الفلسطيني. هناك 3 أسرى اليوم يعني قاربوا الكايد الفسفوس، عندما نتحدث عن الأسير كايد الفسفوس اليوم 90 يوم من الإضراب المفتوح ضد سياسة الاعتقال اللي دار. عندما نتحدث عن الأسير مقداد القواسم الذي وصل إلى مرحلة الخطر والخطر الشديد، نتحدث عن أنه وصل إلى أكثر من 87 أو 88 يوم مضرب عن الطعام، وشاهدنا وضعه الصحي عبر شاشات التلفاز. اليوم الأسرى المضربين عن الطعام أوضاعهم غاية في الصعوبة، هم لا يستطيعون الحديث، لا هم فقدوا عشرات الكيلو من الكيلوغرامات من أوزانهم. نتحدث عن أنهم يرفضون أخذ أي مداعمات، أي فيتامينات. يعني هذا هي أوضاعهم الصحية، لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم. هم يأتون إلى المحاكمة عبر كرسي متحرك، هم يعني أوضاعهم غاية في الصعوبة، يعني لا يستطيعون أن يتحدثوا مع محاميهم، أوضاعهم غاية في الصعوبة. لذلك عبر فضائيتكم الموقرة ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني للالتفاف حول هؤلاء الأسرى المضربين ضد سياسة الاعتقال اللي دار هذه السياسة المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية. نتحدث عن الوضع الرسمي، يجب أن يتحرك عبر الدبلوماسية الفلسطينية وتتحرك عبر السفارات الفلسطينية حول العالم، والحديث عن الاعتقال الإداري والحديث عن ما يعانيه الأسرى بشكل عام، والإجراءات العقابية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي والأسرى المضربين عن الطعام الذين وصلوا إلى مرحلة الخطر والخطر الشديد. أشكرك أستاذ ياسر مزهر، مدير العلاقات العامة في مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين، كنت معنا من غزة. الخلافات والمشاحنات على الساحة السياسية في إسرائيل بلغت ذروتها في الأيام الماضية، وشملت الائتلاف والمعارضة على حد سواء. هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الإسرائيلية الحالية على الصمود في مواجهة الاستحقاقات الصعبة المقبلة. التفاصيل مع الزميلة منال إسماعيل.
مع بدء الدورة الشتوية للكنيسة الإسرائيلية الأسبوع الماضي وعودة النشاط السياسي الداخلي في إسرائيل إلى دورته الطبيعية، بدأت الخلافات على الساحة السياسية بالظهور، سواء بين مكونات الائتلاف الحكومي فيما بينها أو بين الائتلاف والمعارضة وحتى داخل حزب الليكود نفسه. وسائل إعلام إسرائيلية لخصت واقع الحكومة الإسرائيلية الحالي بعبارة حرب الكل ضد الكل، حيث برز الخلاف في رأس الهرم القيادي بين رئيس الحكومة نفتالي بنت ووزير الأمن بيني غانتس بشأن كشف بنت عملية الموساد لجلب معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد. هناك شكوك كبيرة بين بنت وغانتس، وهما يتخاصمان على كل شيء حتى على أمور تقنية، ويبدو أن ذلك لن ينتهي قريبا. وفي موازاة ذلك، تحولت المواجهة الحاصفة بين رئيسي الحكومة والمعارضة نفتالي بنت وبنيامين نتنياهو من على منصة الكنيسة إلى طقوس شبه دائمة، حيث وصلت الخصومة السياسية بينهما إلى الذروة. ربما هو رئيس حكومة على الشهادة، لكنه ليس رئيس حكومة حقيقيا. ليس لديه أسلوب أو رؤية أو إنجازات أو أيديولوجيا. هو ببساطة ليس زعيما. الخلافات السياسية وجدت طريقها أيضا إلى داخل حزب الليكود مع الكشف عن قلق داخلي من انشقاق بعض أعضائه والانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وإعلان يولي أدلشتاين منافسته على رئاسة الليكود مقابل نتنياهو. قررت المنافسة على رئاسة الليكود لأن الحكومة الحالية ببساطة تشكل خطرا على إسرائيل. لقد خضنا 4 مرات انتخابات وكان الليكود الكتلة الأكبر في الكنيسة، ولم ننجح في أي منها في تأليف حكومة وطنية بقيادة الليكود. وإذا لم نقم بمحاسبة ذاتية وجدية للنفس، فسنبقى في المعارضة لسنوات طويلة. وعلى وقع اشتداد التوتر والخلافات على الساحة السياسية الإسرائيلية، تطرح تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الخلافات على استقرار الائتلاف الحكومي الحالي. إلى العراق، حيث أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري رفضه النتائج الأولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، واصفا إياها بالمفبركة. وقال العامري إن التحالف لا يقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وشدد على الدفاع عن أصوات المرشحين والناخبين بكل قوة. الإطار التنسيقي العراقي أعلن في بيان له الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت. الإطار الذي يضم عددا من التكتلات أبرزها القانون والفتح والعقد الوطني، أكد المضي في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين، ولفت إلى أنه تم تقديم ملاحظات فنية إلى مفوضية الانتخابات التي تعهدت بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية، لكنها لم تلتزم بتلك الإجراءات القانونية بحسب البيان. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري قال في بيان له إن ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث. العسكري دعا المقاومة العراقية إلى الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة، وأكد الوقوف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وعدم السماح لأي طرف بإذلال أبناء العراق. إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات. التيار الصدري كان أعلن تصدره النتائج الانتخابات التشريعية في العراق بحصوله على أكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن أحد المسؤولين فيه. معنا مباشرة من بغداد مراسل الميادين صلاح الخزاعي. مرحبا بك صلاح. إذن إعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بأن هذه النتائج التي أعلنت للانتخابات هي مفبركة ولن يقبل بها، كيف يتفاعل هذا الموقف عراقيا حتى الآن؟ صحيح محمد، هذا الموقف هو الثاني بعد موقف الإطار التنسيقي في البيت الشيعي الذي قال في بيان أنه يعني دعما للعملية الديمقراطية والانتخابية سيذهب باتجاه الطعن بنتائج الانتخابات، لما رأى أنها أن هذه النتائج لا تمثل
يعني حقيقة ناخبيه. بالتالي بعد موقف زعيم الفتح أيضا الحزب الإسلامي العراقي أصدر بيانا قال فيه أنه يملك الأدلة التي تثبت أن هناك يعني عدم مطابقة بين أشرطة صناديق الاقتراع وبين الأصوات التي تم التصويت فيها لصالح أعضاء حزبه، وأن هناك من يريد إبعاد الحزب عن المشاركة في الحياة السياسية لمواقفه ولسلوكه وطبيعة تحالفاته. أيضا هذا اليوم إضافة لهذه المواقف الرسمية محمد، هناك عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب في ديالى، في كربلاء، في بابل وفي البصرة، انتشرت لهم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعني يقفون أمام مكاتب المفوضية في هذه المحافظات يطالبون مفوضية الانتخابات بإعادة أصواتهم التي قالوا في هذه المقاطع المصورة أنها أخذت منهم، وجلهم دليلهم على أن أشرطة صناديق الاقتراع التي ثبتها مراقبوهم أثناء عملية مطابقة الأصوات لم تكن هي الأرقام التي أعلنت من خلالها. طيب صلاح، لكن بذات الوقت مفوضية الانتخابات يعني في أحدث موقف لها تقول حتى اللحظة لم تصلنا أي شكوى حمراء يمكن أن تغير نتائج الانتخابات، بالتالي ما هو سقف وحدود هذه الاعتراضات سواء من المستقلين أو حتى من الكيانات؟ محمد، الشكوى تختلف عن الطعون. الطعن يقدمه المرشح الذي يعتقد أن يعني هو أن مقعده ذهب إلى شخص آخر هو أحق به منه، وبالتالي هذا له مجموعة إجراءات. الإجراءات تتم يعني بدءا من اليوم، هي مدتها 3 أيام. الفترة المخصصة لتقديم الطعون تقدم مكتوبة إلى هيئة قضائية شكلتها مفوضية الانتخابات، تستلم هذه الطعون المكتوبة المرفقة بدليل يثبت أن المرشح أحق بغيره من المقعد الذي ذهب إليه، وبالتالي هذه المدة هي 3 أيام تنتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 14 من تشرين الجاري. الشكاوى محمد هي عبارة عن مجموعة يعني مخالفات يتم رصدها من قبيل توزيع دعاية انتخابية قرب المركز الانتخابي أو حث الناخبين على عدم التصويت لحزب أو لمرشح، وهذه لها آلية تختلف عن آلية الطعون. المفوضية أيضا على لسان مساعدة المتحدث الرسمية باسم مفوضية الانتخابات بيّنت بعد المواقف التي ظهرت اليوم بخصوص عدم قبول النتائج، قالت ندعو الجميع لمن لم يعني ترضهم نتائج الانتخابات أن يشارعوا إلى تقديم الطعون القانونية، لأن السبيل إلى الإنصاف إذا كانت لديهم مجموعة، إذا كانت لديهم أدلة ترفق بطلبات مكتوبة، وبالتالي هذا هو المسلك القانوني لاسترداد الحقوق إن وجدت، وإن كان فيهم من يريد أن أو من يعتقد أنه يمتلك حقا. أغلب الذين يعترضون محمد على نتائج الانتخابات هم يرجعون إلى الأشرطة التي تصدر من صناديق الاقتراع، الأشرطة الإلكترونية، والتي تم مطابقتها مع مراقبي الكيانات الذين راقبوا عملية المطابقة الإلكترونية مع الصناديق. وأخيرا قبل قليل كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة للإشراف على يعني سير خطة تأمين مخازن المفوضية التي تحوي صناديق الاقتراع. مراسل الميادين في بغداد صلاح الخزاعي، شكرا جزيلا لك. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في كلمة له إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب العراقي، حيث لا مكان للفساد والفاسدين. يا شعب العراق، هذا يومكم الذي توعدون، يوم يعز فيه الشعب ويكرم، وهذا يوم فيه تقوى شوكة العراق وتهاب، هذا يوم فيه يستقل العراق ويأمن. نعم، إنه يوم انتصار الإصلاح على الفساد، ويوم انتصار الشعب على الاحتلال والتطبيع والميليشيات والفقر والظلم والاستعباد. نعم،
إنه يوم العزيمة والثبات، يوم أزيحت فيه الطائفية والعرقية والحزبية، لتفتح أبواب العراق والعراقيين، فلا فرق بين أحد منهم، ونحن لهم خادمون. نعم، إنه يوم الوطن، إنه يوم العراق. وفي المواقف هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة وجهها إلى نظيره العراقي فؤاد حسين بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق كرمز لمكانة الديمقراطية فيه. كما أكد عبد اللهيان دعم إيران لاستقرار وأمن العراق، وأبدى استعداد طهران للتعاون المشترك في مسار تطوير وترسيخ العلاقات الشاملة بين البلدين. أفاد مراسل الميادين في لبنان بأن القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل بعد رفضه المثولة أمامه. وبحسب معلومات مراسل الميادين فإن النائب خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي، ولم يحضر وكيله القانوني، ولم يتقدم حتى بدفوع شكلية، ما دفع البيطار إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. من ناحية أخرى، تبلغ القاضي البيطار طلب خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ردهما، وبالتالي كف يده عن الملف تلقائيا ومؤقتا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان اتهم القاضي المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه منحاز ومسيس. السيد نصر الله محمد قال إن اللبنانيين لن يصلوا إلى الحقيقة لأن القاضي يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية لا قضائية. القاضي الحالي بدل ما يستفيد من كل أخطاء ويستفيد من الملاحظات التي أصديت للقاضي السابق، بالعكس هو كمل بنفس الأخطاء وضرب بهاي الملاحظات عرض الحائط وذهب إلى ما هو أسوأ. بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما له علاقة لا بالحقيقة ولا له علاقة بالعدالة. وأنا بقول من أول كلام قبل ما أختم بهذه النقطة لعوائل الشهداء، إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا، وإذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى العدالة ولو على مستوى القرار الظني لن تصلوا إلى العدالة. هيدا القاضي عم يشتغل سياسي وعم بيوظف دماء الشهداء والجرحى والمأساة والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية. ومعنا من بيروت الصحفي في جريدة الأخبار اللبنانية رضوان مرتضى، أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. رضوان، سنحاول سويا فهم ما يحصل الآن على الساحة اللبنانية فيما يخص التحقيق بجريمة مرفأ بيروت. بداية سأطرح عليك ربما سؤال يطرح في الشارع اللبناني، لماذا كل هذا الضغط على قاض أصلا لم ينهي تحقيقاته بعد، يعني ولم ينهي عمله في هذه التحقيقات بعد؟ بداية الانفجار صار له أكثر من سنة صاير بلبنان من 4 آب العام الماضي وإلى اليوم لم يصدر القرار الضمني. كان في عرقلات إلى علاقة بأنه في محقق أول تم نقل الملف من عنده، نقل الملف لعند القاضي طارق البيطار. ولكن هذا الضغط الذي يمارس إذا بدك بالسياسة له علاقة باستنسابية بالتعاطي مع هذا الملف. يعني المحقق العدلي السابق وجه كتاب لمجلس النيابي ادعى فيه على طلب فيه الادعاء على عدد من الوزراء والمسؤولين، عدد من الوزراء والنواب اللي منهم وزراء دفاع ووزراء عدل. هذا القاضي طارق البيطار هو حقيقه كان عم يتعاطى باستنسابيه من اي ناحيه؟ قياده الجيش الحاليه اللي هي مسؤوله عن الامن، ان كانت تعلم فهي مصيبه، وان لم تكن تعلم فالمصيبه اكبر، على اعتبار انه من مسؤوليه الجيش مخابرات الجيش انه يكون عندها معلومات عن هكذا خطر جاثم بصدر بيروت. اثنين، مسؤولية القضاة إلى اليوم أنه اعتبروا هذا الطرف السياسي عم يعتبر أنه هذا القاضي توجه ليواجه السهام ليقول أنه القتلة هن النواب والوزراء، ولكن في الحقيقة هم يتحملون مسؤولية، ولكن المسؤولية هي فقط هي أهمال. التصويت بهذه الطريقة مبين أنه كأنه لا أخذ أنت طرف وعم تتوجه ضد طرف معين. يعني كان في رئيس الحكومة السابق اللي هو
سعد الحريري لم يتم الاستدعاء أو الاستماع له، تمام إسلام لم يتم استدعاء والاستماع له، نجيب مئاتي لم يتم استدعاء والاستماع له. في عدد من أستاذ رضوان، يعني نحن أمام ادعاءات كما تقول استنسابية وليست شاملة. طيب اليوم هناك حديث عن تجاوزات يقوم بها هذا القاضي للأصول القانونية، أسألك ما هي هذه التجاوزات؟ فصلت اليوم بمقال، هي لن يتسع المقام لذكره، ولكن أعطيك أمثلة لها علاقة بهذه التجاوزات. أعطيك مثال اليوم، يعني اليوم في جلسة محددة لاستجواب الوزير علي حسن خليل، حضر موكله. بداية وقت بلشت الجلسة إجا الموكل طلب يستمهل الاطلاع على الملف، رفض القاضي. طلب هذا الموكل انه يقدم، قال له انا بعد جديد وهلا استلمت الملف، فقال له لا ما بحق لك تستمهل. قال له نحن مقدمين طلب رد فيك. قال له ما تبلغته من المحكمه، وانه هيدا انا ما فيني اتبلغه فيك، علما انه كل القضاة بالعاده وقت يجي وكيل يقول انه نحن مرتبين منك ومقدمين طلب ردك عند المحكمه وهذا هو الطلب اللي تقدمناه. بالاصول من باب حفظ حقوق دفاع يفترض انه يتفق، يقول انه اوكي خلص يرجع. طلب الاستمهال لعدم دفوع شكليه كمان رفض، وما تبلغ بطلب رده من قبل الوزيرين الاخرين، صدر مذكره توقيف بحقه. بغض النظر عن كل المسؤوليه اللي ممكن تكون مترتبه عليه لهذا الوزير وكائنا من كان المدعى عليه او من يطلب استجوابه، بالحد الادنى القاضي ما فيه ياخذ طرف، القاضي ما فيه يكون عم يتعاطى بعدائيه مع الخصوم، يفترض يكون على مسافه وحده من الكل. استاذ رضوان، ولو كان بس في شغله هون تفضل. ولو كان من باب الفطره البشريه انه هو عم يتعاطف مع الضحيه، ولكن كقاضي تحقيق هو ملزم انه يكون على مسافه وحده من الاثنين وما يكون منحاز، ما في يتعاطى معهم كاعداء لهون الطرف، ما في يجي يحملهم مسؤوليه بالسياسه، ولانه المسؤوليه الكل، لانه اللي بيتابع هذا المسار بيعرف انه في مسؤوليات هو لم يقترب منها. نعم. طيب اليوم أمام ما تقول بأنه ادعاءات استنسابية، واحد اثنين نحن أمام تجاوزات يقوم بها القاضي بيطار، هناك من يطالب بكف يد القاضي، يعني نحن أمام ماذا فيما يخص هذا التحقيق ولو باختصار لو سمحت؟ في نقطة بدي أضيفها لها علاقة كمان بمخالفات، يعني الوزير يوسف تنيانس بغض النظر كان فاسد أو لا، وقت يجي يقدم طلب أنه دفوع وتطلب النيابه العامه الاطلاع على هذا الملف، ما في المحقق العدلي ما يعطيها الملف، هيدي مخالفه للاصول القانونيه، وهيدي ممكن تكون للطعن بهذا القرار. بما يتعلق نحن اليوم امام ماذا؟ هلا في معضله بالبلد، في خلل تشريعي له علاقه من يرد المحقق العدلي، بعد ما امبارح بعد ما امبارح محكمه التمييز طلعت قرار انه قالت ما في اختصاص نوعي. تقدموا الوزراء المدعى المتهم الملاحقين بطلب عند رئيس مجلس القضاء الاعلى اللي احاله لرئيس محكمه تمييز اخرى اللي هو اسمه ناجي عيد، واللي سرب بالاعلام انه هو سيبط بالطلب غدا. ولكن المشكل انه اذا اجى هذا القاضي وقال انه انا ما عندي اختصاص نوعي مثل ما قال، هلا بنكون نحن قدام كذا مسار. المسار الاول نعم انه وزير العدل يجي يطلب اول شيء انه مجلس الوزراء يتراجع عن طلب احاله هذا الملف للمجلس العدلي وينسحب للمحكمه العسكريه. اثنين انه يقدم وزير الدفاع انه مش وزير الدفاع وزير العدل يطلب انه ينسحب كمان، يقترح سحب هذا الملف من المحقق العدلي. ثلاثه يجي ينعمل تشريع، يعني يجي يتقدم دعوه ينطلب فيها تحديد المرجع الصالح للبت بالرد المقدم. هيدي بتتقدم من دائم الهيئه العامه لمحكمه التمييز، قدام الهيئه العامه لمحكمه التمييز بتجتمع بتقوم تعمل اجتهاد انه من هي الجهه الصالحه بالبت بطلبات الرد، ولكن لبين ما يصدر هذا الاجتهاد بيكون المحقق العدلي عم بيكمل بالمسار. نعم. علما انه نحن وصلنا لنقطه كيف بدي اقول لك، نقطه تقاطع لها علاقه بفكره انه بالسياسي في تداعيات كبيره لهذا الملف. صحيح. في طرف كثير كبير عم يجي يعتبر انه نحن لا نقبل بهذا القاضي وهذا القاضي مرتبين منه وارحل. عم ينقلوا لهذا القاضي والقاضي هو مكمل بهذا الملف، فعليا رح يكون في قرار مثل له علاقه مثل ما تم التعامل مع المحكمه الدوليه انه يتخذ قرار بعدم التعامل معه. وفي مساله ثانيه معضله كمان، هلا من سينفذ، من اي جهاز امني
سينفذ مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل؟ قوى الأمن، الجيش، الأمن العام، أمن الدولة؟ وهذه معضلة معقدة جدا أستاذ رضوان مرتضى بحسب التركيبة السياسية اللبنانية. أشكرك الصحفي في جريدة الأخبار اللبنانية، كنت معنا من بيروت. في إيران انطلقت مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1400 التي تجريها القوات المسلحة الإيرانية في الصحراء الوسطى للبلاد. المناورات تجريها القوات المسلحة في الصحراء الوسطى لإيران بمشاركة وحدات من القوتين الدفاعية والجوية للجيش الإيراني والقوة الجوفضائية لحرس الثورة. قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، وعلى هامش مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1400، أكد عدم استخدام أي معدات أجنبية في هذه التدريبات. سنثبت للأعداء بأننا قادرون عبر اعتمادنا على إمكانيات محلية بالكامل على حماية أمن إيران وسمائها. لم نستخدم أي معدات أجنبية في هذه المناورة، وجميع أجهزتنا مصنعة محليا وفق أحدث التقنيات في العالم. إيران أقوى في مجال الدفاع الجوي في المنطقة والعالم، ومناوراتنا تهدف إلى تعزيز قدراتنا في هذا المجال، حيث اعتمدنا في خطة المناورات على سيناريوهات صعبة تزيد من قوتنا. بدأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري زيارة إلى باكستان تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وذلك في سياق تطوير الدبلوماسية العسكرية الدفاعية. ومن المقرر أن يلتقي باقري مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الباكستانيين، كما سيزور أعضاء الوفد العسكري الإيراني مدينة كراتشي الجنوبية لتفقد بعض المنشآت البحرية المتطورة الباكستانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الناتو يسعى بعد الانسحاب من أفغانستان إلى إعادة نشر قواته في آسيا، معتبرا أن هذه المحاولة أو هي محاولة لتسخين الوضع في آسيا. ولفت لافروف إلى أن الناتو يسعى إلى إعادة نشر قواته في مناطق أخرى من المنطقة، سواء أكانت وسط أو جنوب شرق آسيا. هذا تزامنا مع توجيه تدفق اللاجئين الأفغان إلى هذه المناطق على حد تعبيره. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي، مرحبا بك سلام. كلام لافروف هذا هل هو تحذير إلى الناتو أم يعني روسيا تكشف عن مخطط ستقف بالضد منه؟ ما هي خيارات موسكو في التعاطي مع هكذا مخطط؟ أهلا بك محمد. بلا شك هذه التصريحات لها أكثر من مغزى، هي في الوقت نفسه رسائل وأيضا تشخيص مواقع يعني في السياسة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص. هي مشاريع جيوسياسية جديدة بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي، وليس فقط في حلف شمال الأطلسي، نحن نتحدث أيضا عن بعض دول المنطقة، أقصد هنا جنوب شرق آسيا وأستراليا. هذا السعي هو لإقامة تحالفات وتكتلات ذات طابع عسكري سياسي على موازاة حلف شمال الأطلسي. حلف شمال الأطلسي مهماته الرئيسية معروفة من ميثاق هذه المنظمة هي أوروبا، ولكن في الوقت نفسه هناك أيضا امتدادات للسياسة الغربية في الشرق الأوسط، والآن يجري التركيز على منطقة آسيا في كل يعني جغرافيتها، ليس فقط يعني في وسط آسيا أو في غرب آسيا أو في جنوب شرق آسيا، وإنما في القارة الآسيوية ومنطقة الأوقيانوس أي المحيط الهندي والمحيط الأطلسي. إذن هي المحيط الهادئ. إذن هي سياسة أو جيوسياسة جديدة للغرب، موجهة بلا شك بالدرجة الأولى ضد الصين وأيضا ضد روسيا وضد كل هذه الدول التي تؤمن بالحلول الجماعية وبالعقيدة الجماعية. واليوم لافروف تكلم صراحة في هذه الأمور وقال يعني على النقيض من مساعي الدول في هذه المنطقة، وذكر على سبيل المثال منظمة آسيان، منظمة شنغهاي للتعاون، وأيضا الاجتماع الذي حضره وهو اجتماع لملتقى أو محفل التعاون وإجراءات الثقة في آسيا. هذه المحافل يعني تعمل من أجل إيجاد حلول جماعية لكل قضايا العصر،
بما في ذلك المشاكل الاقتصادية وأيضا السياسية، في حين أن الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن يسعون إلى إعادة يعني تموضع في العالم، والتركيز الآن تحديدا على هذه المناطق من خلال إقامة تحالفات وجر دول بالأساس هي دول معروفة بسياستها المعتدلة مثل الهند إلى مثل هذه التحالفات. فلذلك هي رسالة أولا للغرب والولايات المتحدة بمثابة تحذير إن صح التعبير، وأيضا رسالة ربما فيها نوع من اللوم أو العتب على دول حليفة تاريخيا لروسيا مثل الهند، وأيضا يعني لوضع الأمور في نصابها لكي تعمل هذه الدول مجتمعة يعني تذليل مثل هذه الأخطار المحدقة بالعالم وفي هذه المنطقة تحديدا. نعم محمد. مدير مكتبنا في موسكو سلام العبيدي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام إلى موجز الاقتصاد في النشرة مع الزميل عبد الله ظاهر. مرحبا بك مرحبا عبد الله. مايا. تفضل. مرحبا محمد وأماني. أهلا بكم. كشف الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور عن تورط شركة ترافيغورا الأمريكية العملاقة بتهريب الوقود إلى خارج البلاد في فضيحة شملت شركات أجنبية كبيرة. أوبرادور قال إنه تم تعليق إذن الشركة الأمريكية للعمل في بلاده، كاشفا عن تولي النائب العام النظر في القضية التي تمثل تطورا جديدا في تحقيقات بملف شبكات الفساد التي تشمل بعضا من أكبر شركات تجارة الطاقة العالمية العاملة في أمريكا اللاتينية. رفضت وزارة الخارجية الصينية اتهامات وزارة التجارة الأمريكية لبكين بانتهاج سياسات مخالفة لتوجهات السوق العالمية. الخارجية الصينية أكدت أن واشنطن تسعى دائما إلى تعطيل سلاسل التوريد الصينية، معربة عن أملها بتغيير في العلاقات الصينية الأمريكية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. قالت شركة ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية للطيران إنها اضطرت إلى إلغاء أكثر من 2500 رحلة مجدولة منذ يوم السبت بسبب نقص الموظفين في مراقبة الملاحة الجوية والطقس في فلوريدا، وتمثل هذه الرحلات 30% من عملياتها اليومية. وفق إدارة الشركة فإن إلغاء هذه الرحلات سيؤثر على أعمالها خلال الشهرين المقبلين بعد تسريحها الموظفين الذين رفضوا الحصول على لقاح فيروس كورونا. تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 20% خلال شهر أيلول سبتمبر في انخفاض للشهر الخامس على التوالي، وتعاني شركات صناعة السيارات من صعوبة الحصول على أشباه الموصلات ما يرفع من سعر المنتجات النهائية، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة والهيدروجينية بسبب اقتراب كلفة مبيعها من كلفة مبيع السيارات العادية بسبب إعفائها من الرسوم والضرائب الجمركية. حافظت البلغارية كريستالينا جورجيفا على منصبها مديرة عامة لصندوق النقد الدولي بعدما أعلن المجلس التنفيذي لهذه المؤسسة المالية العالمية أنه يجدد ثقته الكاملة بها. ويأتي قرار المجلس بعد تحقيقات حول قيامها عندما كانت مديرة للبنك الدولي بتعديل بيانات لصالح الصين عام 2018. صندوق النقد أكد أن المعلومات المقدمة لم تثبت بنحو قاطع قيامها بدور غير مناسب خلال ممارستها مهامها كمديرة عامة للبنك الدولي. ظهيرة انتهت. نذكر بأبرز ما جاء فيها. مصادر الميادين تؤكد إرجاء أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام الذي كان مقررا الشروع به اليوم. رئيس تحالف الفتح هادي العامري يصف نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بالمفبركة ويرفض القبول بها، والمفوضية العليا تفتح باب تقديم الطعون. قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، والقضاء يكف يده مؤقتا، ونصر الله يتهمه بالانحياز والتسييس. لافروف يحذر من سعي الناتو لتسخين الوضع في آسيا بعد سحب قواته من أفغانستان ونشرها في المنطقة. وكان في أخبار الاقتصاد، الرئيس المكسيكي يكشف عن ضلوع شركات أمريكية في تهريب الوقود إلى خارج البلاد ما يفاقم أزمة المحروقات. وكان في أخبار الرياضة، الماكينات الألمانية أول المتأهلين إلى المونديال، وفليك يواصل عملية إعادة الهيبة.
الميادين مهتمة دائما بالاستماع إلى آرائكم، وللمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم أيضا زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. ولا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستغرام وكلب هاوس. في أمان الله. إلى اللقاء.